كوكو. السلام عليكم. الفيديو اللي فات كان كيهضر على انواع التلاميذ، واليوم جا الدور ديال الاساتذه. اليوم غنهضروا على انواع الاساتذه في القسم. سمحولي عييت نجلس شويه ارتاح. الوغ كاين النوع الاول. النوع الاول هو اللي كيغرق بالتمارين، ديك الساعه كتحس براسك انتحر وما ديرش دوك التمارين. شوفوا بلاتي 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 بلاتي، نسيت ما عطيتكمش التمارين. تمرين واحد، جوج، ثلاثة، أربعة. عشرين، ثلاثين. النوع الثاني الحامض. هذاك كيعود نو كتحامضي وانت خصك تضحك لتعطي العلاقة الدبلوماسية. طبعا الاسم المفعول التلاميذ ديالي. ما عودش لكم واحد النهار كنت خارج انا الصديق الحميم العزيز ديالي، كنا غادي في الطريق وهو يطيح وقلت ليه نوض بالصحه. كان سلطت ضحكتيني يا استاذ، ما يصبرني يا ربي. حميد علاش ما كتضحكش؟ النقط ديالك ما مزيانينش هاد السنه، وراك تا انت بزاف في الاونه الاخيره. الثالث، فاش تكون الاستاذه ديالك غادا تولد عرفتي الفرحه ديالك كتكون اكثر من الفرحه دراجلها. شوفوا دراري انا غايب واحد المده غنمشي نولد فهمتوا، وانا دابا راني بغيتكم ديروا عقلكم وبغيتكم الله يهدي ليكم ما ديروش البزاله. النوع الرابع هو اللي كيبقى يقول لنا على يعاود لينا على الانجازات ديالو وعلى حياته اللي مزيانه وما فيهاش مشاكل. كنستافدو وكنضيعو الوقت. ما عاودتش لكم الدراري، واحد النهار كنت غادي في الطريق ولقيت واحد الديناصور صغير وفي الاخر عطوني واحد الجائزه على ود الاكتشاف ديالي. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا. خمس ياك. النوع الخامس هو ذاك الاستاذ اللي كيجي ديما من البنات، ديما من البنات. واخا انا بنت مي تندفع على الدراري. زينب اجي بس قدام انا يا بنتي اجي. فردوس نوضي نوضي كتبي الصبورة نوضي. احيانا عليكم البنات. استاذ ما قلتيش لي مرتك واتساب باش نبقى نصيفط لك الدروس. الله يسخني هذا الكائن. انا شخصيا حاقد عليه، ما عرفت واش كيسوي الاداره ولا ما عرفت. شوفوا شوف ايوا ما قلتوش لي فين سافرتي هاد العطله. اجي انت فين سافرتي؟ ما 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 مشي ما مشيتش ما سافرتش. النوع الاخر كتكون استاذه مرسوقه لوالو قبل الموضه، مكياج شيوات، كتكون خايبه 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 في بيتها، وغالبا كتكون استاذه الفرنسي. شكرا. بغيتي شوفي شوفي الزلابه شحال زوينه. اي فوالا الفيديو ديال اليوم سالا، نتمنى انه يكون عجبكم، و الى كان عندكم شي اقتراحات ديرهم لي لتحت في لي كومونتير. وبسلامه.